وهذا يوم تضامن ضموا ضموا يا إخوان 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 شوف هذه الاخوه انا بغيت نبلغكم بلي هذه التظاهره هذه غير مرخصه هي غير مرخصه وان هذاك السلوك اللي دار سعاده البشاره غير مرخص له باش يدير ذاك السلوك انا اذا حنا كساكنه في مزمن مش انا راه حقنا نزلوا للشارع ونطالبوا بالعدل البرق السلطات المعنيه اسمعوا دابا انا غادي نبلغكم حتى حنا غير بغينا نبلغكم دابا انا بلغتكم اورال ومازال ما بلغتكم كتاب صافي بلغنا كتاب صافي غادي نبلغنا تفاجئنا انه يعني حدث ما حدث يعني الامس البارحه انه كان يعني كيسب في الاعراض وانه كان يعني ركلها وضربها وانا ما كنتش يعني في الحدث بالضبط ولكن يعني انطلاقا المعطيات هذا الشيء اللي توصلت وكنطلب الناس اللي كاين الناس اللي حاضرين يوضحوا للناس كاملين ماذا وقع علاش هنا واخا الفا او تما ما سمعش انا راني حاضره معاهم مشيت نطلع الى بلادي ولقيتها تما ووقفت معاها ها هما جاوا هذوك الناس اللي ساكنين تما طلعوا هنايا ما نعرف واش تلقوا معاهم ولا وصلوا عند الباشا ها هما جايين المسؤولين كاملين اللي كاينين في مرموشه جاوا معاه جا عندها النيشان هو يشدها هكذا وضربها وطيحها ولا عاود ناط المراه عاود ناض عندها هذا وشدها عاود وطيحها انا الله والشرع نايري فين دا سوا نمازيغ تنسن لا شوف انتين في النظريه واني خنطف لي الاستقلال يي ولا اني يمكن يسور غنخلي الاستعمار مازال الاستعمار في البلاد ديالنا انا كنظن شدينا استقلال ولكن يمكن مازالين في الاستعمار من المجتمع ديالنا لان السلطه فين غادي يمشي هذا المواطن يبكي غيمشي للسلطه يبكي عليها واذا كان كنتفاجئوا السلطه مازال كتضرب بالصمتة لان شحال هذه كنا كنعقلوا على المعلم هو اللي كيضرب الدراري الصغار باش يقراو دابا المسؤول قدو قداش كيركب كيضرب لنا الامهات ديالنا هذا الشيء راه ما غاديش نصبروا عليه كما كان الحال هذا الشيء ما نصبروش عليه غادي نصمدوا عليه كاين الناس اللي غادي يقوموا بالمحاضر ديالهم كاين الناس اللي غادي يقوموا بالواجب ديالهم وكنوجه النداء للبرلمانيين ديالنا حتى هما ياخذوا بعين الاعتبار هاد المراه هادي اللي ضربات ومشات راه في السبيطار لان هاد الشيء ما خصوش يكون في البلاد ديالنا المستعمر خرجوه الاجداد ديالنا ما بقى غير من المجتمع ديالنا ينبت لنا واحد يبقى يعصينا هاد الشيء انا ما راضيش عليه واش نتوما راضيين على هاد الشيء؟ الا نتوما راضيين على هاد الشيء نمشيو نعسو بحالنا وانما هاد الشيء هذا تكرر دابا جوج مرات ولا ثلاثه راه كاين هذا المشكل دازوا من هنا لباشوات الله يجازيهم بخير ومازال الاتصال ديالهم مع المواطن بسيط مش حتى مع الاداره يلا تلقيت مكالمه هاتفيه من المسؤول من الرباط كيستنكر هذا الشيء اللي كيوقع هنا هذا الشيء حنا بغينا الباشا اللي غايشد اللي غياخذ بعين الاعتبار ديال هاد البلاد يدخل ويشوف شنو خاص في البلاد ما يبداش من المعز ويبدا من الضرب عليها وما وبقى كيقول لنا وما كاينينش رجال في مزاب وما كاينينش رجال في مزاب كانوا يرجعون النداء ديالنا والله الا قالها قسما بالله العالي العظيم الا قالها قال لنا راه ما كاينينش رجال في مزاب